قشطوا يا مقشطوا الإمام علي لو يجي الله أقلع حسام تحت براسي وني وعلي هي موتة موتة بابا خشمة خشم أبوه وجعب جعب أبوه أنا برافو هي موت بكلامه وزلمة أبو على راويكم نجوم البحر والإمام علي وعلى زعين شواربكم بسيط الله كريم يعني لو أبو كاظم أخو سلمة فات حق بيجي ما انتكل على زباين شوف الإمام علي كلها مجبورة وعد مقاطع فيديو عليهم لا تقول فلان وفلان كل مقاطع فيديو اليوم هسه قبل انشرها بيناتنا العباس من تشيليها الصغيرة دولة ماكو عشائر ماكو عما يا حسابي يريد خليجي كتلي الناس دولة واحد شي اللي بيصير هي موت وموتة بس مع الأسف شيخ السندة خليها ببالك ترى عندي مقاطع فيديو كلها حافظها كثير حتى لو هي كانت الدفتر لفروخي انت تعرف جهالي زين ما ينجحمون تعرف خوالهم شنهم وعمامهم وابوهم شنو في ملا يا زباين عليكم شيوخ انتم لابسين عقل ولكم هاي هاي انتم هاي حطها بقلوبكم وهاي اكبر شيء حطها منا على هاي بحلقه يا ويلي يا ويلي يا ويلي شو الدولة شو الدولة تحية خاصة للدولة يا ابو كاظم ابي موتة واحدة شو زينة يعني نزل وحالي عين وصباحا لو قال له ها شو لا 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 ما ابي بس كلكم قاعدين هنا ولا واحد يتكلم اجلس هذا حقك اجلس مو عاوز يعني هو اجى اربع مهازل شوفوا الدولة ذيك حسام بس لا توازن شو تسوي انت؟ ها؟ وانا شو اسوي؟ شوف خليها ببالك لا تقول انا حربيه وتقول الله تو عليه؟ خاف واحد يقول روح عزيزه حاطها براسه تعال والامام علي والطلابه ترى كلها من ورا الشيوخ وكلام الله اول واحد حسين الخيون ثاني واحد رياض الفرهود فرهود الله يرحمه وصلاح وعواد سامي ورجاء والامام علي احنا ناس ما متعافين بس جاي يوازونا زين وبنور الملحاني طير لله او ما طير لله انت العدي والملحان تكفوا بسيط انا اعلمكم